بس لو سمحتوا اذا انتوا كمان بتحبوه الاستاذ سيد من الصبح لحد الساعه 9:30 كان عنده تسجيلات وفعلا تعبان، فارجو ان احنا يعني يكون حبنا على مستوى ان احنا نقدر الموقف اللي هو فيه. شكلي قوي عملتوها. يا استاذ سيد شايف ايه حبوك ازاي؟ شفت الناس بتحبك ازاي؟ الحمد لله. انتوا عايزين تسمعوا ايه؟ شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عن يوم برضو يعدلها سيدك، ان كان شيل الحمول على ظهرك يكيدك، اهون عليك يا حر من مد ايدك، مات يلا بينا انت وياه ونستعان عالشقى بالله، وهو اللي في الاسم طول ما واللي ما فيش ان شاء الله ما جا، مادام في ايدينا عيش وموسيمك تفضل موحوس، ما تحط راسك بين الروس، لا تقول لي لا خير ولا فاقوس، نهايته يلا الاكسبرس بقى دغري على الرصيف، وادي احنا بقالنا يومين ما عملناش حتى في حق الرغيف، كل المحطات قبلي وبحر بقيت لهاليب، والسكه انقطعت من دلهيصه يا لطيف يا لطيف، ما قطعوا لنا التليفونات وعطلوا التلغرافات، عمرك شي سمعت الديلنجات بيسافروا فيها بازابورتات، مدام في ايدينا عيش وغموس يهمك تفضل موحوس، ما تحط راسك بين الروس، لا تقولي لا خير ولا 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 فاقوس، شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، قولي في عرض النبي حسين رايحين نلاقيها منين ومنين، والقش متجوز اتنين يا دنيا غوري جاتك البيت، المنحوس يفضل منحوس لو علقوه على عقله فانوس، فلوس ايه سكتري يا جاموس هي سعادة تحيي النفوس، قرب شايلني شايل، لا تقولي كتير وقليل، عمر الشدة ما تطول، عمرك مش زي الاول، ليه 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 ليه.